ايوه ده سؤال ايوه مهم جدا طبعا. لا 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 لا، نحن عندنا في المستشفيات طبعا والمراكز الصحيه، كل وحده عندنا لها نماذج معينه. المستشفيات بنماذج معينه، والمراكز الصحيه النماذج بتاعتها والامراض بتاعتها على حسب الطبيعه بتاعتها. المره اللي فاتت نحن كان اتكلمنا في كل وحده اللي هي وقائيه وتحصينات نعم وحاجات كده، يعني كده دي في المراكز. وبعدين الامراض المزمنه وعياده الحوامل والاشياء، المراجعه الوقائيه نعم بتبتدي من هناك. لما تتصعب الحاله بتقوم انت توديها وين؟ بتوديها في المستشفى عشان يحصل يقابل مين؟ يقابل العيادات. بعد العيادات اذا لقوا الحاله بتاعته سيريس تستوجب انه يرقدوه، مستعصية. بعد كده يقوموا يحصل له التنويم وكده. واتكلمنا بذكر في الحته دي الحلقه صحيح فاتت كده صحيح. يعني. طيب دكتور، يعني بالنسبة للمستشفيات الكبيرة أو المراكز الصحية الصغيرة يعني على نطاق الريف والمستشفيات الكبيرة في المدن، بالتأكيد دائما أي مستشفى أو مركز بيحتاج لأدوات عشان نجمع بها البيانات. بالضبط. فكلمنا عن أدوات، أهم الأدوات لجمع البيانات سواء كان في المستشفيات أو المراكز الصحية الصغيرة، وهل في فروقات ما بين المستشفيات الكبيرة والمراكز الصحية الصغيرة؟ والله ده سؤال وجيه جدا، والجواب عليه كالآتي. الأدوات بتاعت جمع البيانات، هو طبعا أنت عشان تبتدي عملية التخطيط لازم يكون عندك مركز بتاع بيانات، لازم يكون عندك قاعدة بيانات. وده ما معناه إلا تكون إلكترونية، لا، إلكترونية دي مرحلة تانية كويس. ممكن تكون ورقية وتتخطى في فايل الكمبيوتر بالإكسل وكده، وفي النهاية تعمل بها كتيبات وغيره وتعمل بها.